بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبي الكريم. مشاهدي قناة المحضرة الفضائية أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في مستهل حلقة جديدة من حلقات برنامج الكفاف الجزء الثاني مع فضيلة الشيخ ولي اليدالي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ معنا. فضيلة الشيخ، كنا قد توقفنا عند قول العلامة الشيخ محمد مولود بن أحمد فهل: إن يستقي الواجده ثم نجه ويولي ما ذاك رضا فلا عليه. أقرأ من النص وأعود إليكم بالشرح والتعليق بحول الله. ولن أقرأ كثيرا من الأبيات على نحو ما تسمح لنا به التوقيت البرنامج إن شاء الله. يقول: إن يستقل ويجده ثم نجه ويولي ما ذاك رضا فلا عليه للمشتري انتظار غائب وأن يرفع للقاضي والإشهاد حسن وغلة المبيع حيث ضمنه له وأوجب عليه موانا إبداء بيد العيب بعد العقد مجد بعكس ذكر ما لم يهدي. أتوقف وأعود إلى أول بيت قرأته: إن يستقل واجده ثم نجه ويولي. بسم الله الرحمن الرحيم، فلا عليه. صلى الله على نبيه الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن يستقل واجده، هو هنا يتكلم على مسائل العيوب في البيع، ومتى يكون الرد واجبا بها ومتى لا يكون الرد واجبا بها. فالعيوب قسمناها فيما مضى إلى عيب قديم إلى عيب جديد. قلنا إن العيب القديم يرد به لأنه من البائع، وإن العيب الحادث لا يرد به لأنه من المشتري. وقد يجتمع في المبيع أنه عيب عيبا قديما وعيبا حديثا، وحينئذ يخير المشتري بين أن يتمسك ويأخذ أرش القديم وبين أن يرد ويدفع أرش العيب الحديث الذي حدث عنده. نعم. يقول لك: إن يستقل واجده، يعني أن الإنسان إذا اشترى مالا أو اشترى بضاعة ثم اكتشف أن فيها عيبا ما من العيوب التي يرد بها، ثم طلب الإقالة من البائع، فطلبه للإقالة هذا لا يعني أنه رضي بهذا العيب وأنه سكت عنه، لا، بل الاستقالة لا تدل على ذلك. إن يستقل واجده، أي العيب، استقالة من طلب الإقالة، طلب الإقالة، ثم نجه، ثم رد بالعيب بعد ذلك، ويولي ما ذاك، معناها يقسم ما ذاك، أي ما طلب الاستقالة رضا بالعيب، فلا عليه، معناها فلا ملامة عليه، فلا ملامة عليه في ذلك. فالنتيجة هي أن المشتري إذا اشترى شيئا ما وطلب الإقالة من صاحبه، فإن طلبه للإقالة لا يقتضي أنه رضي بالعيب إذا كان العيب قديما ومن العيوب التي يرد بها، لأنه ليس كل عيب يرد به، وإنما يرد بالعيوب القديمة التي تحتاج إلى أن تكون قد مضت عليها مدة من الزمن. نعم، واضح. ويولي، وهذا كله مع الحليف طبعا. ويولي معناها يقسم ما ذاك رضا فلا نشه، معناها فلا ملامة عليه. إذا القاعدة أصلا أن من نكل حلف الآخر وصدق، هذه قاعدة التناكل والتحالف، أنهما إذا حلف أحد منهما صدق، فإذا نكل صدق الحالف على الناكل، فالذي يحلف يصدق. إذا قال نكل عن الحليف يحلف البائع أنه ما طلب الإقالة إلا رضا، وحينئذ لا يصح له أن يرد بالعيب، لكنه هو إذا حلف أن ذلك ليس رضا فله أن يطالب برد المبيع لكونه مثلا معيبا. وإنما قلنا إنه ليس رضا لأنه إذا كان رضا تتمحض الإقالة حينئذ، والإقالة ليست واجبة على البائع، فالبائع إذا طلبت منه الإقالة وقد يقيل
وقد لا يقيل، وقد يقيل على نفس الثمن الذي اشترى به، وقد يقيل على أقل من ذلك لمصلحة له، وعلى أكثر من ذلك كل هذا يجوز لمصلحة، كل هذا يجوز. ولذلك الفقهاء اختلفوا في الإقالة، هل هي بيع جديد أو هي نفس حل للبيع القديم من نفسه. بعضهم قال إنها بيع جديد استناه بيع، بعضهم قال إنها حل للبيع، وبعضهم فصل فقال إذا كانت الإقالة بنفس الثمن كانت حلا للبيع، واذا كانت بثمن جديد باقل او اكثر كانت استئناف البيع. نعم. ما شاء الله البيت وضحه. يقول للمشتري انتظار غائب وان يرفع للقاضي. المشتري اذا اشترى الانسان بضاعه فوجد فيها عيبا فبحث عن البائع الذي اشترى منه، فاذا البائع غائب غير موجود ففي هذه الحاله يمكن انتظاره. مفهوم؟ ايوه. يمكن انتظاره. فإذا انتظر فالأمر واضح، وله أيضا أن لا ينتظر ويرفع للقاضي. والقاضي إذا رفع له مشتر مدع على بائع غيبة ورد بعيب من العيوب التي يرد بها، فإن القاضي يكتب إلى هذا البائع إذا كان قريبا بالحضور، وإلا إذا كان غائبا غيبة بعيدة أو كان البائع مجهول المكان، معناه أنه لا يدرى عنه خبر أين اتجه ولا أين توجه، فحينئذ يبيع الغائب ذلك المعيب، القاضي يبيع القاضي ذلك المعيب ويرد منه الثمن للمشتري، فإذا وفى بثمنه فلا إشكال، وإذا لم يفي بثمنه بحيث بقي ثمن آخر، بقي شيء من الثمن، ينتظر البائع حتى يقدم فيكمل للمشتري ثمنه. مفهوم؟ واضح. معناها للمشتري انتظار بائع، وله أيضا أن يرفع للقاضي. وإذا رفع للقاضي فيكتب للقريب ويبيع المبيع المعيب على البعيد المكان والمشهور المكان، ويقضي للمشتري حقه أن يرد له ثمنه، لأن البائع في هذه الحالة يفترض أنه قد أخذ الثمن من المشتري وذهب به، فالمشتري لا بد له من ثمنه، فلا يجد إلا أن يرفع الأمر للقاضي. جميل جدا. بقي فقط قوله والإشهاد حسن. إلا أنه ينبغي أصلا للمشتري إذا وجد عيبا وكان البائع الذي باع له البضاعة ليس قريبا، بمعنى أنه بعيد، ينبغي في هذه الحالة أنه يشهد، بل يندب له الإشهاد للمشتري، أي يشهد المشتري أهل السوق والعدول في السوق المعروفين على أنه هذه البضاعة اشترها من فلان وأنه وجد بها هذا العيب، لعل فلانا إذا قدم يدعي أن هذا العيب حديثا. لا، إذا أشهدت فليس له حال حيلة يمكن أن صحيح أن يزعجك بها بعد. صحيح. لكنك إذا لم تشهد فبإمكان هذا الشخص أن يدعي عليك ادعاء بأنك إنما فعلت ذلك من باب جميل جدا من باب أنك من باب أن أنه بالرضا. نعم نعم نعم. جميل. أنتم شهداء الله في أرضه. نعم. جميل. يقول في بيت الموالي وغلة المبيع حيث ضمينه له. القاعدة أن أي مبيع أي شيء بيع الله أي شيء بيع بيعا ووجد فيه عيب أن غلته للمشتري. غلته للمشتري. المشتري لأنه الضامن له. مفهوم؟ واضح. المشتري هو الضامن لهذا المبيع. لا شك. فما دام ضامنا لهذا المبيع فإنه غلته. يستحق غلته. لكن يستحق الغلة التي لا تنقص المبيع. كحلب الشاة مثلا. اشتريت شاة وحلبتها هذا لا يضرها. ركوب مثلا السيارة قد لا يضرها إذا كان ركوبا يعني عاديا، ركوب دابة ركوبا خفيفا لا ينقص منها. أما إذا كانت الغلة تنقص من المبيع هذه ليست للمشتري. كالركوب للسفر الطويل. نعم، الركوب للسفر الطويل تتأثر من الدابة، تتأثر من الدابة ونحو ذلك، أو تأجير هذه لشخص آخر يركبها في تلك المدة، فإن أسرتها تكون لبائعها ولا تكون لمشتريها حينئذ. وقد أحسن الشيخ عبد الودود في الأبيات التي ضمنها من قبل الشرع من المولود. نعم. بين الذي ينقص كالركوب وغيره كلبي الحلوب. جميل. نعم. جدا. وغلة المبيع حيث ضمينه له. له. وأوجبوا عليه. له اللي هو شنو؟ له اللي هو المشتري لأنه الضامن.
هو معروف أن البيعة الصحيحة يدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد الصحيح، زين، وأن البيعة الفاسدة لا يضمن إلا بالقبض، لا يضمن فيه المشتري إلا بالقبض. إلا بالقبض. فالمشتري الآن إذا اشترى شيئا ببيع وكان البيع فاسدا فإن ضمانه يبقى في ذمة البائع إلا إذا استلمه المشتري فهو في ذمته. إذن بيد. أما العقد الصحيح نعم. فإن المشتري يضمن بمجرد العقد الصحيح يضمن المبيع ولو كان عند البائع. ما زال عند البائع. نعم. سبحان الله، وغلة المبيع حيث ضمن له وأوجب عليه مؤنة. أوجب عليه مؤنة. هذه المؤن اللي هي النفقة، نفقة المبيع واجبة عليه، لأن من له الغلة عليه النفقة. كعلف الدابة. كعلف الدابة، هذه الدابة علفها وسقيها وما تحتاجه من الرعاية المعتادة، وذلك يختلف باختلاف المبيع، فقد يكون المبيع يحتاج لبعض الرعاية، هذه الرعاية من المشتري، ولكن مع ذلك يأخذ مقابلا لذلك أنه يأخذ الغلة التي لا تنقص من ذات المبيع. جميل. أما الغلة التي تنقص من ذات المبيع فهي حق للبائع وليس للمشتري فيها حق. نعم. جميل. نعم. جدا. نعم. نضيف بيتا ما سمح. نعم. الوقت، يقول: إبداء بادي العيب بعد العقد مجدم بعكس ذكر ما لم يأتي. هذه قاعدة مهمة. مهي. وهي أن المشتري إذا اشترى شيئا فيه عيب وكان هذا العيب باديا ظاهرا فتبرؤ البائع من العيب بعد العقد يجديه ينفع البائع، فليس للمشتري أن يقوم عليه بعد ذلك ويدعي عليه أنه وجد عيبا. لماذا؟ لأنه عيب ظاهر. كالصورة مثلا، الصورة مثلا أنك أنت اشتريت مثلا سيارة، أيوة، وهذه السيارة فيها عيب واضح، عندما يشق، عندما مثلا يفتحها الإنسان أو يركبها يبدو له فيها هذا العيب بشكل واضح، فقام هذا البائع بعد العقد وقال لك: أنا أنبهك على هذا، وأنت لا شك أنك أدركته لأنك لما سمعت صوت السيارة أو تحركت فيها أدركت أن فيها خلل ما لاحظته. هذا ينفع البائع. ينفع البائع. ينفع البائع. أما التبرؤ من العيب الخفي بعكس ما لم يهدي، أنا ما لم يظهر، يظهر ولم يهدي لهم، أظل لهم، التبرؤه منه بعد العقد لا يجدي. هو الأصل أن التبرؤ من العيوب، تبرؤ المشتري من العيوب ينفعه قبل العقد. تبرؤ البائع تقول. تبرؤ البائع من العيوب ينفعه قبل العقد. قبل العقد لا بعده. حتى سواء كان العيب خفيا أو سواء كان العيب ظاهرا. هذا هو الأصل. هذا هو الأصل. لأن الإنسان إذا تبرأ من عيب شيء قبل إبرام الصفقة فهذا وجيه وواضح، فله أن يتبرأ. لكن إذا تبرأ منه بعد العقد فالعيوب الظاهرة التي لا تخفى على أحد ينفع البائع فيها ذلك، أما العيوب الخفية فلا ينفعه فيها ذلك. ولذلك قال: إبداء باد العيب بعد العقد مجد. مجد معناها مفيد. بعكس ما لم يهدي معناها بعكس العيب الذي لم يهدي معناها لم يظهر. فالتبرؤ منه بعد العقد لا ينفع البائع ولا يفيده بشيء. نعم. جميل، بارك الله فيكم، قاعدة مفيدة جدا وجوهرية في هذا الباب. لعلنا نضيف البيت الموالي، يقول: لمن بغصب بعد الاشتراء درى وقد نأى المالك رد المشترى. لمن بغصب بعد الاشتراء درى وقد نأى المالك رد المشترى. نعم. معناها رد المشترى واجب. أيوة. يجب رد المشترى لمن؟ نعم. المشترى إذا اشتراه الشخص وتبين له أنه مغصوب، أيوة، وأن الذي باعه ليس له وقد نأى مالكه، فله رد المشترى. المشترى للغاصب. نعم، لأن هذا عيب. سبحان. حتى لا تكون المشكلة بينه، وأنت علمت أن هذا الشيء مغصوب فلا تأخذه من عند أهله، رده لمن عنده حتى يأتيه مالكه. وهذا أيضا كأنه يجري في بيع الفضولي، وهناك ما يسمى عند الفقهاء ببيع الفضولي، والفضولي هو البيع الذي لم يأذن فيه المالك. نعم. لم يأذن فيه المالك. كأن تأتي مثلا لشخص أمامه سيارة يملكها فتقول، تأتي بمشتري وتقول أبيع لك هذه السيارة، فهو يسكت ويصمت، هو ساكت حينئذ، فإذا صمت وسكت فالبيع يمضي. سبحان الله. لكن بيع الفضولي ليس كطلاق الفضولي عندهم، بيع الفضولي عندهم محرم، وقيل إنه يجوز. بيع الفضولي حرام وهو يجوز. نعم.
واتسم فيه الكره. هناك قول يقول بأنه مكروه. ما طلاقه؟ فهو ممنوع باتفاق. لا يجوز. نعم، لأنه إخراج عصمة لا حق له في إخراجها، لا يجوز له. وينفع عليه يمضي؟ وينفع عليه يمضي. تكلموا لا تخلوا، قال. نعم، ما يتكلم وإلا إذا لم يتكلم. فمثلا أنت إذا اشتريت شيئا من عند بائع وتبين لك أن هذا البائع غاصبا لهذا المبيع والمالك نائم، المالك إذا كان قريب هذا الأمر واضح. أنت تأتي إلى المالك وتقول له هل ترضى بهذا البيع فأعطيك الثمن أم لأنك لا ترضى فخذ مبيع فخذ مغصوبا منك. أما إذا نأى المالك فله أن يرد المشترى لصاحبه. نعم. لمن بغصب بعد الاشتراء درى، علم بأنه مغصوب. نعم. بعد الاشتراء. بعد الاشتراء. وقد نأى المالك. وقد نأى المالك. له رد. له رد المشترى. نعم. جميل جدا، بارك الله فيكم. إذا شيخنا أدركنا الوقت ونتوقف عند هذا الحد. ونشكر لكم هذا الشرح الوافي والكافي كما عودتمونا ما شاء الله. ومشاهدينا الأعزاء، تنتهي هذه الحلقة من برنامج الكفاء في جزئه الثاني. كان معنا فضيلة الشيخ التاهو اليداري، ينقل لكم تحايا فريق البرنامج، وهذه تحياتي. إلى أن يضمنا وإياكم لقاء جديد، نستودعكم الله، والسلام عليكم.